وقف في وقف شكرا جزيلا لفهد على التعاون التسويق. السلام عليكم ورحمة الله للأهالي. إحنا كل 3 أشهر 4 أشهر بنعمل للطلاب زي جائزة رمزية، كأس
إشي رمزي اللي هو يعبر على الالتزام تبع الطالب، قديش هو ملتزم بالوقت، قديش هو ملتزم بالانضباط، بيغبش، بيجي بالوقت، شو ما مطلوب منه أنا بيعمل، بيشارك بكل الفعاليات، الفعاليات عادة اللي بنعملهم كلها على مدار السنة، كل ثلاثة أشهر بعمل جائزة مطالب من الطلاب لكل فرقة من الفرق مطالب من الطلاب، والسنة لقيت أبو ست طلاب إن شاء الله سهل بكون أسويهم كل واحد بقول بيجي سلوية حمزة عاشور سفكونا محمد نسيم عثامي حسن وائل عسلي إبراهيم يحيى إبراهيم صالح نبيل عادل يحيى أحمد إسلام عسلي Thank you.